أم حول سوريا. أبرزت الصحف العربية العقبات والعثرات التي تواجه مسار عملية السلام في سوريا، وتحت عنوان رعاة جنيف 2 إنهاء الأزمة أو الاعتراف بالعجز، كتبت صحيفة الوطن السعودية مقالا تحدث فيه الكاتب عن الجرائم الوحشية التي يرتكبها نظام الأسد وعجز المجتمع الدولي تجاه الأزمة السورية. مع انطلاق الجولة الثانية المقررة اليوم لمفاوضات جنيف 2، يفترض بالدول الراعية أن تحسم موقفها، فإما أن تضغط على الأسد لإنهاء الأزمة أو تعلن أنها غير قادرة على ردعه، وبالتالي سوف تتركه يتلاعب بالمفاوضات مظهرا غير ما يفعله على أرض الواقع. فمن يريد الحل السياسي لا يمكن أن يستمر بالقصف والقتل كما في حلب وحمص وحماة ودرعة والرقة ودمشق وغيرها، أو لا يرفع حصاره عن من يجوعهم من شعبه في كثير من المدن. الائتلاف الوطني لقوى المعارضة يبدي حسن النية للتوصل إلى اتفاق بعدما صرح رئيس بعثة الأمم المتحدة التي دخلت حمص القديمة بأن ما أدخل من مساعدات إنسانية لا يمثل سوى قطرة في بحر الاحتياجات الإنسانية التي تعاني منها المدينة المنكوبة. لذلك على رعاة المفاوضات جنيف أن يدركوا أن الوضع الإنسانية داخل سوريا لا يحتمل التسويف، ولا بد من حل حتى ولو كان بقرار أممي. التعنت الإسرائيلي ومواجهته هو عنوان مقال من صحيفة البيان الإماراتية، تحدث فيه الكاتب عن موقف الحكومة الإسرائيلية من مفاوضات السلام والمضي في بناء المستوطنات وانتهاك كل الأعراف والمواثيق الدولية تجاه حق الشعب الفلسطيني. إذا كان انحياز الرأي الأمريكي لعملية السلام إلى صالح تل أبيب أمرا واقعيا ومعروفا لدى الجميع، فإنه من غير المفهوم استيعاب هذه الهجمة الإسرائيلية على الحليف رقم واحد إلا إذا صنفت في خانة التعنت حتى حيال الحلفاء والأصدقاء. وكأن الرغبة الإسرائيلية باتت واضحة أكثر من أي وقت مضى في استخدام المحادثات لضخ المزيد من المستوطنات على الأرض ووسيلة لكسب الوقت جريا على العادة التي ميزت المفاوضات الإسرائيلية منذ أكثر من عقدين. الجانب الفلسطيني من الممكن أن يستأنف التوجه لطلب عضوية المؤسسات الدولية كوسيلة ضغط تعود بالنفع أمام المجتمع الدولي، وتطالب إسرائيل بتطبيق قرارات الشرعية الدولية. وفي نهاية المطاف لابد من وسيلة سياسية ما تنهي هذه الحلقة المفرغة التي تعانيها عملية السلام، وإلا فسيبقى المشهد كما هو عليه بعد أعوام، وقد يتدهور ويخرج عن السيطرة. وإلى منشطات الصحف العالمية، حيث كشفت صحيفة لوفاجارو الفرنسية أن مئات من العناصر الأمنية الأمريكية ستعود إلى العراق لتدريب قوات الأمن المحلية على استخدام أسلحة جديدة تستعد بغداد لتسلمها من الولايات المتحدة بغرض تعزيز حربها ضد المتمردين القريبين من تنظيم القاعدة. وقالت الصحيفة إن موجة العنف التي يواجهها رئيس الحكومة نور المالكي في الفلوجة دعت السلطات العراقية لطلب مساعدة عاجلة في مجال قيادة طائرات الأباتشي والصواريخ الأمريكية. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية سلطت الضوء على تصريحات عباس شاعري نائب وزير النفط الإيراني التي انتقد فيها تحذيرات الولايات المتحدة الأمريكية من عقد صفقات تجارية مع إيران، ما تسبب في حيرة كثير من الشركات الدولية من إمكانية العمل مع إيران حتى في القطاعات التي تم رفع الحظر عنها. بينما أقر شاعري بأن العقوبات أثرت سلبا على الاستثمارات وأجلت خطط التنمية في قطاع البتروكيماويات. أزمة اقتصادية جديدة قد تضرب الولايات المتحدة، سلطت الضوء عليها مجلة تايم الأمريكية التي نقلت عن وزير الخزانة الأمريكي جاك ليو أن الكونغرس أمامه أقل من 3 أسابيع للعمل لرفع سقف الديون، محذرا من احتمال ألا تستطيع الحكومة بعد 27 من فبراير الحالي الوفاء بجميع التزاماتها دون الحصول على قروض إضافية. وأشارت المجلة إلى أن وزارة الخزانة ستستخدم ما يسمى بالتدابير الاستثنائية لتحويل الأموال الاتحادية لتلبية الالتزامات، ولكن تلك الجهود لن تستمر سوى 3 أسابيع بسبب المدفوعات الكبيرة المستحقة هذا الشهر. احتجاجات عنيفة تضرب البوسنة،
عنوان نطالع تفاصيله من جريدة الموند الإسبانية التي كتبت عن تصاعد حدة الاحتجاجات وأعمال العنف المطالبة بحل مشاكل المواطنين والقضاء على البطالة. ونقلت الصحيفة عن الممثل الأعلى للمجتمع الدولي في البوسنة والهرسك فالنتين أنزركو قوله إن هناك احتمال الاستعانة بقوات تابعة لدول الاتحاد الأوروبي حال تفاقم الوضع هناك، لكن ليس في الوقت الحالي. ونتحول إلى مقالات الرأي، فقد ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في مقال لها أنه مع استمرار الغارات الجوية التي تتم بطائرات أمريكية بدون طيار فوق سماء اليمن، تتجلى تساؤلات عدة حول هذا الشأن وتتأجج مشاعر الغضب الشعبي، وتحت عنوان غضب شعبي يمني لاستمرار الغارات الأمريكية. قالت الصحيفة الغارة الجوية التي تسببت في شهر ديسمبر الماضي في مقتل أكثر من 10 مدنيين خلال عرس ريفي دفع البرلمان اليمني إلى تمرير قرار بمنع هذه الغارات في تصويت غير ملزم بالبرلمان. فمثل هذه الغارات يراها البعض أداة للقتل في ظل غياب القانون، في حين لا تزال العناصر الإرهابية تتجول بحرية كاملة في مختلف أرجاء المدينة. إلا أن الحكومة اليمنية الممزقة نتيجة الصراعات تعتمد في الأساس على تمويل الولايات المتحدة من أجل السماح بتنفيذ هذه الهجمات ودعمها، وهي تبدو أقل ميلا من ذي قبل لوضع قيود على الغارة الجوية الأمريكية، فيما يعتبرها بعض الساسة شرا لا بد منه من أجل اكتثاث جذور الإرهاب. وهذا التناقض قد ينشئ نوعا جديدا من الصراع في المستقبل القريب. من جانبها رصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الوعود الكاذبة بتخفيف الحصار عن مدينة حمص السورية، والتي تزامنت مع إطلاق نار على بعثة لجنة الإغاثة الدولية، ما يشير إلى زيف رغبة الإدارة السورية في إيجاد حلول حقيقية لمعاناة المدنيين المحاصرين. وتحت عنوان كسر الحصار عن المدن السورية قالت الصحيفة الاتفاق الذي أعلنته الحكومة السورية الأسبوع الماضي، والذي يقضي بوقف إطلاق النار لمدة 3 أيام والسماح للنساء والأطفال والمسنين بترك الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة السورية، يبدو أنه اتفاق هش من البداية. فقد قامت قوات الأسد بإطلاق قذائف بالقرب من قوافل الإغاثة، فيما قام القناصة باستهداف المدنيين أثناء فرارهم في مشهد كشف عن النوايا الحقيقية لإدارة الأسد. تلك الصفقة لم تكن إلا محاولة لتحسين صورة الأسد قبيل الجولة الثانية من محادثات جنيف 2 والمقررة اليوم. ولا ننسى أنه صاحب التاريخ الأطول في تقديم المبادرات الإنسانية من أجل تعزيز مواقفه، إلا أنه جرت العادة أن ما يضمره يكون مخالفا للحقيقة. وختاما وقفة مع كاريكاتير. نهاية جولتنا الصحفية، دمتم في أمان الله.